بدأت السلطات المحلية في مدينة عدن سلسلة إجراءات أمنية مشددة بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش في المدينة يوم أمس وأسفر عن مقتل عنصرين من المقاومة وإصابة 6 آخرين. التفاصيل مع مراسلنا نبيل اليوسفي. حادثة التفجير الانتحاري التي شهدتها مدينة عدن أمس وأدت إلى مقتل وجرح عدد من أفراد المقاومة الجنوبية دقت ناقوس الخطر في المدينة التي لم تتعافى بعد من عدة حوادث أمنية شهدتها في السابق. السلطات الأمنية في المدينة اتخذت عدة تدابير منها نشر أفراد المقاومة بكثافة في الشوارع. نزول ميداني وانتشار أمني مكثف على مستوى كل المديريات، والمقاومة هي في رأس حربة في تنفيذ هذه المهمة. بعض السكان يؤكدون من جهتهم على ضرورة نشر القوات السودانية التي وصلت إلى عدن مؤخرا إلى جانب المقاومة الجنوبية للمساهمة في حفظ الأمن على الأقل في الوقت الراهن حتى يتم ترتيب الملف الأمني على الوجه المطلوب.